عند البرلمان الألماني، عند مجلس القرار الألماني، البوندستاغ. أخذكم جولة قريبة وشوفوا خلفي بالضبط، تكون المستشارية الألمانية. لاحظ هنا هاي الانفورماتسيون على ظهر البنت، هذا شعر النسر، هذا تصميم الفنان الرائع الدكتور عبد الله ريان مدينة الموصل، صمم هذا الشعار للبرلمان الألماني. الوصول إلى البرلمان عن طريق المحطة الرئيسية الموجودة هناك، اللي هي محطة برلين الرئيسية للقطارات، ممكن واحد يصلها مشي قريبا من بوابة برلين. ندخل عن طريق هاي الحديقة الجميلة، ولو لحد الآن بعد ما قدحت الأزهار والأوراق مع الشجر، لكن قريبا إن شاء الله. شوفكم الآن البوابة، هذه الطريق إلى البوابة عن طريق هذه الحدائق الجميلة. نلاحظ أن هذه جداريات لضحايا اليهود الموجودين في برلين بالحرب العالمية الثانية، وعملية التهجير وعملية القبض عليهم، وبعدين أخذهم كانت مخيمات وبعدها حرقهم بعد قتلهم أكيد. هاي شوف أسماءهم وشخصياتهم وأشكالهم. هذه اللوحة التعريفية موجودة أيضا باللغة الإنجليزية والألمانية، واحد يقدر يسمع القصة بالكامل. الحديقة القريبة من المكان نشوف أيضا هاي اللوحات والتاريخ الموجود عليها، كلها قريبة من مجلس البرلمان. هنا البوابة لبرلين أو براندنبورغ تور. أكثر ما يثير الألمان هو عبور الأشخاص من الطريق أو الشارع والإشارة يعني حمراء، خاصة إذا كان يعني الشخص هذا أجنبي. وأنا الآن وصلت البوابة بالضبط خلفي، هذه السفارة الأمريكية. طبعا قافليها، قبل كانت تمر هنا سيارات، هسا قافليها، فقط العربانات والبايسيكلات والمشاة. وهاي البوابة من الداخل كيف تكون، بوابة جدا جميلة ورائعة، خاصة في المساء يعلقون الأضوية، فيها إنارة وفيها تصميم جدا رائع. بالقرب من المكان أكيد فندق أديلون، فندق شهير وخمس نجوم رائع جدا، بالضبط خلف السفارة البريطانية. وللعلم الشارع الوحيد اللي مسكر ومسدود هو شارع السفارة البريطانية، محمي بشكل خاص. بعد الحرب الروسية الأوكرانية تم إقفال الشارع هذا الرصيف بالكامل، تحرزا يعني من أي مشاكل أو كذا أو اعتداءات على السفارة الروسية. المفارقة الحلوة أنه لا مدرعات ولا همرات واقفة، سيارة أوبل للشرطة، مجرد واثنين حرس. وهنا أيضا يعني الاعتراض السلمي الموجود للأوكران في هذا المكان، وكيف أنه الأطفال والعوائل تدمر وتموت بسبب الحروب. وبعد ما خلصنا من البوندستاغ وبوابة برلين، نذهب إلى كاتدرائية برلين بهذا الاتجاه. هنا كما نلاحظ شتات ببيوليتيك تو برلين، هاي المكتبة الرئيسية لبرلين، وهي ترفع أعلام أوكرانيا. طبعا نلاحظ هنا دقة العمل لهذا المجسم الرائع في التصميم، يعني هذول الأحجام مالتهم مثل ما هي حقيقية عدا التمثال الأعلى فهو بحجم أكبر. والآن أنا قرب جامعة هومبولدت طبعا الشهيرة، وفيها هذه الأدوات اللي كان يستخدموها قبل والملصقات والصور. جامعة هومبولدت يعني من أشهر الجامعات الموجودة في برلين. ونلاحظ في هذا المكان يوجد متحف التاريخ الألماني، متحف جدا غني بكثير من الأشياء الجميلة.
ممكن واحد يدخله ويشوف كثير من تاريخ ألمانيا. المتحف جدا كبير، نلاحظ هنا على كل نافذة أو شباك يوجد أو توجد خوذة لأحد القادة الموجودين اللي شاركوا مثلا بالحروب الألمانية مع باقي الدول. وبعد زيارة المتحف الخارجية تشاهدون خلفي بالضبط الكاتدرائية برلين، الكاتدرائية الجميلة جدا، يعني تحفة فنية رائعة. هسه اروح قريب منها. نلاحظ برج التلفزيون وايضا الكاتدرائية مال برلين وجزيرة المتاحف في هذا المكان. جزيرة المتاحف طبعا فيها متحف عراقي وفيها متحف ايضا مصري ومتحف اغريقي موجود في هذا المكان. كما نلاحظ الإدامة دائما على مدار السنة، دائما اكو ترميم ودائما للمكان. ونكمل باتجاه هذا البرج الرائع. طبعا هذا البرج فيه مصعد كهربائي يصعد بسرعة جدا فائقة، وفي مطعم دوار في الأعلى. يعني ما زالت الأشياء في الاتحاد الروسي، الاتحاد السوفيتي، هذه القبعات والماسكات الألمانية، أيضا شعار الاتحاد السوفيتي ما زال موجود هنا ويباع في هذا المكان. نشاهد الدي دي آر موزيوم، يعني متحف دولة ألمانيا الشرقية، موجود هنا كل ما يتعلق بألمانيا الشرقية سابقا. كما يوجد أيضا هذا باص للتنقل داخل المدينة ويشوفنا معالم برلين. وهاي وصلنا البرج مع هذه الكنيسة القديمة جدا في برلين. مقر بلدية برلين هذا البناء الأحمر، إضافة إلى هذه النافورات الجميلة، هو ملك البحر موجود، الكل أعتقد يعرفه عن طريق الأفلام. وهذه الجداريات كلهم من النحاس. الآن أنا بالضبط في منتصف برج برلين. أوبلا، من هنا تنتهي يعني هذه الرحلة السريعة المستعجلة كانت في برلين. ألتقيكم في مكان آخر قريب. لا تنسون الاشتراك والتفاعل أيضا إذا حبيتم المنشور، ارسلوه وشيروه للأصدقاء. من هذا المكان تحية طيبة للجميع.